هي أول نكسة حقيقية لجماعة الإخوان المسلمين. حضرتك ذكرت لي إن إحنا عشنا 3 مراحل من الثورات أو الموجات الثورية، سواء 25 يناير، سواء ثورة صامتة، و30 يونيو. هل ستكون الأخيرة؟ آمل ذلك. يعني أنا شخصيا مما أتبنى إن إحنا يعني كدولة كمصر كدولة بقالها أكتر من 200 سنة في الحداثة واللحاق بالعصر، لم ننجح إن إحنا نخترق الحجب بتاعة التخلف، وإنه جولة تانية يعني دي ربما هي الفرصة الأخيرة إن مصر لا تخفق مرة أخرى، وانه ان الاوان ان احنا نقيم مجتمع حديث ديمقراطي قائم على التسامح، قائم على الابتكار، وقائم على الابداع، وقائم على الانكلوسيفنس او الاحتواء لكل عناصر الامه لكي تساهم في عمليه البناء هذا المجتمع. مصر بلد في اعتقادي غنيه ممتلئه بالفقراء، بلد مبدعه للغاية، في بلد فيها كثير من الأميين، فهي بلد فيها إمكانيات أنا رأيي لا يوجد مثلها. يعني لما تبص على خريطة العالم القدرة المصرية مش زي ما تركز عليها دايما في المجال الاستراتيجي اللي هو موضوع مهم، إنما أنا رأيي في المجال الاقتصادي في المجال الإبداعي بشكل عام مصر بلد مهم. شوفي في الثورة الأخيرة دي لا يمكن إلا أنها تكون إبداع مصري. يعني إنك يحتوي 19 20 مليون نسمة تنزل في القاهرة وحدها بين 5 و7 مليون نسمة في وقت واحد، تلاقيهم زاحفين من كل فج عميق الساعة 4 العصر، تلاقي كله نازل على ميادين مصر المختلفة ولمدة 6 أيام. الصورة دي أنا شخصياً اللي صورتها القوات المسلحة عن طريق طيارات الهليكوبتر لم أراها في أي تاريخ من تاريخ الثورات. يعني وكراجل بتاع علوم سياسية أصلا، فموضوع الثورات جزء من المهنة بتاعتي. يعني أكيد. فمثل ذلك لم يتكرر من قبل.